جدا جدا. استاذ دايما معروف انه بيطلع شباب جديد وبيطلع دم جديد طول الوقت، ده على مستوى اظهار النجوم جداد، كمان على مستوى الفني. يعني اعتقد انه المجال متعطش جدا لشغل الاستاذ، متعطش لنوع الفن اللي بيقدمه، فانه يبقى في مسرح جديد يقدم شغل جديد ويقدم مسرح جديد ويقدم شباب جديده، ده حاجه يعني اكيد هتضيف جدا للمجال الفني.